اي مولانا الحجاز مقارنه بان طلب الله للملائكه بالسجود لسيدنا ادم بين ان الله قال بالقران تكريما نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لحظه شباب دقيقه بس. ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما. يعني في مفاضله ولا ما فيش؟ طبعا الصلاه هنا الملائكه وربنا بيصلي، لكن هناك الملائكه بس اللي بتسجد، فان الله لا يسجد لاحد. خدت بالك؟ فيصلي عليه الصلاه من الله الرحمه ومن الملائكه استغفار ومنها دعاء. فكلنا يعني الباري والملائكه والبشر يصلون عليه، بس هناك الملائكه سلامات ابو بدر. وهذا مش كل الملائكه، فان العالين منهم لم يشملهم السجود في حمله العرش. هذا شيبس لك تمام.